بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تخلق بأخلاقه واتبع هداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم عن طلب العلم، وهو مطلب العارفين وطريق السالكين ومنهج المجتهدين. جاء في الحلية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، وهو الأنيس في الوحدة، والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقريب عند الغرباء، ومعالم الحلال والحرام، ومنار سبيل الجنة يرفع الله به أقواما. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. وفي هذا دليل على فضل مجالسة أهل العلم والحكمة والموعظة الحسنة للنيل من سقاية علومهم ومعارفهم، حتى نحدو حدوهم في تحصيل الفلاح ونشر الصلاح. لقد أكد القرآن العظيم على هذا المطلب العظيم في أكثر من موضع. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتكرار فعل الأمر اقرأ تأكيد على وجوب القراءة والابتداء ببسم الله. لما ابتدأ الله تعالى خلق الإنسان من علقة أنعم عليه وكرمه وشرفه بالعلم، ومن كرمه سبحانه أن علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم هو القدر الذي امتاز به أبو البشرية آدم عليه السلام على الملائكة، فهو تارة علم في الأذهان، وتارة علم في اللسان، وتارة علم في الكتابة بالبنان. لهذا قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أمر الله تعالى نبي الهدى والرشاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء بالقراءة عن طريق الوحي جبريل عليه السلام، وكان الحبيب المصطفى أميا لا يعلم القراءة ولا الكتابة، فقال: ما أنا بقارئ. لكن أمر الله تعالى بين الكاف والنون وكررها 3 مرات بعد أن غطه الملك في كل مرة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله. فكان أمر الله بين الكاف والنون سبحانه. علم رسوله صلى الله عليه وسلم فقال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال الصابوني في صفوة التفاسير: هذا أول خطاب إلهي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم، لأنه شعار دين الإسلام، أي اقرأ يا محمد القرآن مبتدئا ومستعينا باسم ربك الجليل الذي خلق جميع المخلوقات وأوجد جميع العوالم، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال القرطبي: خص الإنسان بالذكر تشريفا له، والعلقة قطعة دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه. اقرأ وربك الأكرم، أي اقرأ يا محمد وربك العظيم الكريم الذي لا يساويه كريم، وقد دل كمال كرمه أنه علم العباد ما لم يعلموا. ثم قال تعالى: الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أي الذي علم الخط والكتابة بالقلم، وعلم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من العلوم والمعارف، فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. فكما علم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم، فإنه يعلمك بلا واسطة، وإن كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب. فهذه السورة المكية بدأت بالدعوة إلى القراءة والتعلم، وختمت بالصلاة والعبادة، ليقترن العلم بالعمل. فالعلم ركيزة من ركائز الإيمان بالله تعالى،
فبازدياد العلم يزداد منسوب الإيمان في القلوب، ومن أشرف العلوم علم التوحيد، بدليل قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي الآية خصوصية عظيمة للعلماء لاقتران شهادتهم بشهادة الله عز وجل وشهادة الملائكة الكرام عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبالعلم ترفع الدرجات، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، في صحيح ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، في صحيح مسلم. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. فالعلم نور العقول وضياء الصدور والجسر المتين للعمل المبرور. وقل رب زدني علما. فالعلم النافع هو الذي يخدم الإنسان ويرضي الرحمن، ولا ينال هذا العلم إلا بالاجتهاد والمثابرة. قال ابن الوردي رحمه الله تعالى وهو يوصي ابنه ويعظه: أي بني اسمع وصايا جمعت حكما خصت بها خير الملل، اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، لا تقل قد ذهبت أربابه، كل من صار على الدرب وصل، في ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل. فلنكن من هذه الزمرة المباركة، ولنقتدي بالمعلم الأول بخير البرية وبأعظمهم خلقا، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي حمل رسالة العلم والتعليم كما علمه رب الرحمن الرحيم، فأخرج قومه من ظلمات الجهل إلى نور العلم. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. خصص لهم العام وقيد لهم المطلق وفسر لهم المبهم، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم خير دليل على ذلك بأقواله وأفعاله عليه أفضل الصلاة والسلام. فاللهم احفظ علماءنا بما حفظت به الذكر الحكيم، واللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارزق مرضانا الشفاء، وأبعد عن أمتنا كل شر، واجعلنا في وطننا كالبنيان المرصوص، واحفظ أمير المؤمنين وسدد مراميه يا رب العالمين، واجمعنا في الجنة آمنين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.